حياكم الله أحبتي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. حلقتنا مرة أخرى من مول المنصور، حوار مفتوح مع السادة المواطنين. كل ما تحب الأنفس وتشتهي، كل من لديه مناشدة، كل من لديه تعليق على شيء ما يخص المصلحة العامة، هذا هو الصوت، صوت الناس، برنامج مع الناس. حياكم الله، نبدأ الرحلة. السادة المواطنين ونقول حياهم الله. السلام عليكم. الله حياك الله. السلام تمام. أنا أستاذ، كيف الحال؟ حبيبي بخير. الله يبارك. الله يسلمك. من وين؟ إحنا من بغداد. يا جاني. من الراشدية. الراشدية. حياك الله. حبيبي. رحلة طويلة المنصور عن الراشدية. والله الأجواء تتطلب يعني واحد تغيير شوية، تعرف يعني حتى لو المسافة يعني مو بعيدة يعني زين الطرق زين. قال ما بين زخم المنصور وهدوء الراشدية. أي. مو؟ صح. هو انت تهرب من الهدوء تجي تشتاق، يعني تشتاق للزخم تشتاق. ايه بالعكس، هسه الناس قاعده العكسيه، القضيه الناس تهرب الى الهدوء. هو كل يعني لان انت عايش بالهدوء تفاقد هذا الشيء. اي بالضبط. الله يحفظك. الراشدية شلون؟ خير. الراشدية متعارف عليها انه هذه المدينه مدينه زرع وحلوه، هي قبل بس هسه اختلفت الامور. اختلفت يعني صارت يعني مختلطة، يعني شايف يعني صارت خليط، صارت منها ومنها يعني يعني مو مثل زين. ايش تحتاج الراشدية بما انه احنا نحكي عن خدمات الراشدية؟ والله حاليا الخدمات يعني جيدة، يعني اكو عمل حلو. اي صار يعني فترة، صار يعني كم سنة اكو عمل يعني. زين صار. المي ما عندكم بيه مشكلة؟ لا. مياه الري عندكم بيه مشكلة؟ لا. يعني وصلكم مي ري؟ مي موجود المي، بالعكس احنا يعني احنا الحسينية المقابلة تفتقد مسألة المي، ما مي احنا لا بالعكس. حسينية بس الراشدية انتم ما عندكم؟ الراشدية لا مشكلة بالمي ماكو يعني، لا الحمد لله. زين. اليوم طلع العائلة؟ ايه تعرف. هم اختاروا مول المنصور لو انتم؟ والله احنا جينا مطعم وحبوا لانهم صادق يقرون امتحانات فشوي اعدادي فشوي تعرف يعني. شنو مشاعر الأبناء على السادس إعدادي عندما تكون بالتوظيف؟ والله مؤذية. أيه والله. لأنه شد. شد يعني إحنا هم خلصنا، أنا خلصت كلية. إيه. وسادس دخل السادس، بس كانت الظروف مو هيك يعني. أنا أكو تدريس بالمدارس حقيقي، هسه يعني هذا الخصوصي وش اسمه المنتشر، وأنت لازم تواكب يعني لازم يدخلون ضمن السيستم. لازم حتى إذا هو زين يقول لك لا مو صاحبتي مو هذه، فيدخل وياه خصوصي يعني. صح صح. اي وين الطموح؟ خلينا نسولف ويا ست. مرحبا. شلون صحه؟ الحمد لله زين. هسه مرحله صعبه انتقاليه. انا ثالث. انت ثالث. وين السادس؟ ما موجوده هسه. انت رحتي للثالث لو رحتي للثالث. يلا انت ما شاء الله انت جامع البنات كلهم على انا كله بكالوري هاي السنه. سادس ثالث. الأب الذي يمر بمرحلة البكالوريا. وين كله هسه السنة الجاية غير هسه. حتى أمهم شايلة هم تقول شايل كلهم بكالوريا. هاي أنتم من هسه ما تستقبلون خطار؟ والله إحنا بالعادة قليل يعني. وهسه هسه المفروض ما تستقبل. قفلت الأجواء خلاص. هاي السنة الجاية زمزم والسادس سنة دراسة هذه السنة مو؟ والله دراسة إحنا كل سنة، بس السنة لا يعني تختلف الأمور يعني. هاي ام السادس. جدتي ام السادس. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير الحمد لله. هلا شلون امورك؟ والله بخير الحمد لله. مقبله على مرحله صعبه مو؟ ايه. معنويات شلون؟ لا عاليه.
عالية؟ عالية إن شاء الله. جيد. زين سؤال في لي رابع خامس الوضع شلون درجاتك؟ والله هو بالرابع والخامس الحمد لله عفا عام. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. يعني هو إذا كنت رابع أو خامس حصل عفا عام ما عليك بس تحضير يومي شهري تلزم الأشهر الأولى اللي هي الشهر الأول والثاني قبل نص السنة أنت بس تلزمها الأمور عندك زينة. خطة دراسية جميلة طقناها باختصار. أي هي الشهر الأول والثاني إذا تكون درجاتك عالية حتى من نص السنة لا تخاف. حلو. يعني تصير عندك سيستم عند المدرسة إنه أنت زين. جيد. والله. بنص السنة همين درجات. زين. أنت بالشهر الأول والثاني ضمانت أنت عفا ها هي بعد. زين سؤال فيني هسه التحضير ده يبدي حتبدين بمرحلة السنة الجاية الحالية حتبلش. ما باقي لها كذا شهر. ايه. من هسه بلشتي للتحضير السادس الدراسي؟ ايه من نهاية الشهر الخامس. يعني أول ما كملتي. أول ما كملت. الخامس علمي كملته ارتاحت يعني أقل الشهر بلشت دراسة للسادس. سجلت مدرسين تعرف الخصوصة وهيك. إذا من يعينك بالبيت؟ من يساعدك؟ كدراسة لو. بالدراسة. دراسة الآن شايلة روحي يعني ويا الخصوصي وهاي زي بس هو بابا متكفل بالخصوصي والمعاهد تدري ما تقدرين يعني تستغنين عن الخصوصي؟ لا أقدر شوف أنا يعني سجلت تقريب بس ثلاث مواد مادتين زين يعني البقية تقدر باليوتيوب موجودة تقدر يعني أكو هواي أشخاص اختصاص باليوتيوب زين بس هو قلت لك يعني إذا تريد تسجل سجل العربي ضروري رياضيات ضروري زين الطموح وين طبية أكيد لا ما والله بصراحة يعني أي شيء زين صيدلة تخدير يعني خالة هذني خيارات إيه يعني صيدلة. ما إيه وقلت لك يعني ما بس تخدير صعب يعني في الاختصاص دقيق وخطر أهلي مو قابلين بيه يقول هاي الحياة صعبة تخدير صعبة يعني ما مسألة التخدير ما تخدير هذه يعني قلتك هي أصلاً مجازفة هي مجازفة وهي مستواها إن شاء الله زين يعني بس إحنا ما عدنا يعني دكتورات تخدير قليل جداً صح بالعكس يعني أنا أدعوك إنه تدعمها والله بس هي خوفاً من أوضاعنا العشائرية وبغيرها والمشاكل اللي يواجه الدكاترة هسه تعرف بالتالي المشاكل اللي تواجهنا اللهم يصرف عنها كل شيء يا رب يا رب إن شاء الله وبوركت على هذه التربية حبيبي حبيبي وأخلاق البنات العفيفات الجميلات وهذول الولد الحلوين الله يحفظك شكرا وتحياتي للراجلية الجميلة شكرا لك حياك على راسك نورتونا حبيبي تحياتي على راسك السلام عليكم كيف الحال؟ السلام يا حبيبي الله يحييك يا عيني موصل هلا بالموصل شلون الموصل الحلوة؟ والله تخبى نعمة مثل بغداد اي حلوة الموصل اي حلوة اجواء الموصل يعني بيها هذه نسمة الهواء اللطيفة شوف خليني اقول لك فالشغلة موجودة لو الحر اثر عليها الحر اثر على كل المدن بالعالم كله مو بس الموصل انا اقصد بين قروها من اقليم كردستان ما له علاقة والله اي بس تبقى من ربيعي يعني. حلوة حلوة بناسها باهلها بشوارعها حلوة بكل الأشياء اللي موجودة بيها بعراقتها بقدمها بالأشياء اللي صارت جديدة الغابات شلونها؟ الغابات أحلى من قبل ها ما شاء الله أي والناس اللي عتجيهم يحلوها أكثر عندكم فندق اسمه فندق إيش اسمه؟ آشور لا. اللي هو اللي على الغابات الكبير أي أي فندق آشور أي أي فندق الموصل صديقي إذا تسمح لي فندق الموصل اللي تعرض للتهديم بسبب العمليات التحرير أي هذا الضخم فندق الركن بالضبط فندق آشور لحد الآن متوقف بعيدا عن السياسة ما أريد أتدخل في هذه المواضيع هو هذا الفندق لحد الآن متوقف و... يعني فندق مأثرين عليه سياسيين ما أريد أتطرق لهذا الموضوع نهائيا أي بس إحنا المصلحة العامة تهمنا الموصل تحتاج فندق وفنادق هي شوف بيها فنادق صغيرة انفتحت بالآونة الأخيرة بحكم الزوار اللي عايجونها الناس السياح اللي جاي يجون لكن الفندق آشور هذا لفت يعني شو أقول لك يا رمزية كبير يسع أكثر يسع أكبر فأكيد راح تحتاج إلى فندق كبير وللأسف لحد الآن يعني ما أعرف شنو الأسباب اللي كل ما يقولون ها راح نبدي لكن ما يبدون شنو الأسباب مجهولة شنو المطلوب من السيد محافظ الموصل السيد المحافظ الجديد أي. شوف خليني أقول لك فشغلة شنو اسمه منو المحافظ خليني أقول لك نجم الجبوري سابقا عارفه الحالي الحالي استغفر الله قل لي وياه شو اسمه بس لا ما تعرف المحافظ ها جديد لي يعني المحافظ الجديد عبد القادر الدخيل شوف عبد القادر الدخيل شوف نجم الجبوري استلم
وأدى اللي عليه وكفى ووفى. أما عبد القادر الدخيل ما صار الرجال يعني ما تقيم بعد ما تقدر أنت يعني. وبعدين أنا مو اللي يعني أقيم، أكو ناس غير هي اللي تقيم يعني. لا أنت مواطن لك حق تقيم، لا لازم ما يخالف، بس كعمل إيش جاي يسوي؟ عفوا آسف إيش جاي يسوي؟ أنا ما أقدر أقول له أنت سويت خطأ ولا صح. هو أنت قلت يعني ببساطة إنه وقت بعد وقت قصير ما تقدر تحكم. أنت من الناس لما تجي أصلا أنت كمقدم برامج، لما تجي للإذاعة ما من الممكن إنه بظرف أسبوع زمان أجي أقيمك صح؟ صح؟ لازم أي. ناخذ مساحه انه كيف نعمل. حياك الله عيوني، تشرفنا. طارق جبر مخرج ومعد برامج، كنت في اذاعه الرشيد ار اف ام الراديو. هاي زميلنا، انت ليش ما تسولف ويانا من البدايه زميل؟ يلا انا وياكم قدامكم. هسه وين حاليا؟ توقفت عن العمل. ليش يا رجل؟ حلوه تخصصك جميل فني. والله هي حلوه. انا مدرس تربيه رياضيه ما شاء الله الحمد لله وشكر. تحياتنا لكل محاضرين. جايب ما بين الرياضه والفن. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، الله وفقني. يعني عندي موهبه الحمد لله صقلتها واستمريت بها. نجي على المرحله الاخرى اللي هي التدريس. انا بالمحاضرين طبعا، وتحياتنا وجهه للمحاضرين كلهم، ادوا وقدموا خدمه كلش كبيره. صح. تمام، الحمد لله الله وفقني وتعينت بهاي. ثبت عليكم جميعا. فصار انه تعرف انت بدايه التعيين يخلوك اقضيه ونواحي. صح. فيتضارب الوقت مالتك، فانت ما من الممكن ان تجمع بين اثنين. صح. فتلتجئ وين تروح للي اكثر راح تهتم يعني تقدر تأدي بها اكثر. صح، موافق ان شاء الله. الله يحفظك. تحياتنا لجنابك الكريم. ربي يحفظك وشكرا لقناه الفلوج على هذا اللقاء الجميل وكل الموفقين ان شاء الله. نورتنا لكل الكادر. شكرا شكرا. حوارنا مستمر مع اهلنا وناسنا في مول المنصور. ما زال حوارنا مستمر مع اهلنا وناسنا في مول المنصور ونقول حياهم الله. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييك. يا سهلا يا مرحبا. اهلا وسهلا. شلون هالاجواء في بغداد اول؟ والله اجواء منوره بيكم ان شاء الله، منوره بالاخوان العراقيين كافه من كافه المحافظات. اجواء طيبه وجميله وان شاء الله تزول بالخير ونحو مستقبل افضل. الحمد لله. الحمد من وين لله. اولا يا منصور؟ انا من بغداد المنصور. المنصور نعم. شنو مشاكل اهل المنصور؟ لو يقال انه ما عندهم مشكله ولا مناشده بحياتهم. والله ماكو مشاكل طبعا. صدق؟ الحمد لله والشكر. اهل المنصور هم من كافه الطوائف العراقيه موجودين متعايشين سلميا ويرحبون بكل المحافظات العراقيه بكافه طوائفها. واحنا خلينا نقول العراقيين متكاتفين من الشمال الى الجنوب اخوه. الحمد لله. وما عندنا هاي النعرات وما عندنا اي امور اخرى قدر تعلق المحبه والاخوه بيناتنا. الحمد لله. اهلا وسهلا. شنو الاشياء اللي تقول لو توفرت بمجتمعنا يكون مجتمعنا اجمل؟ والله هي افضل احنا من خلال اطلعنا على الموضوع بان العراقي ما يطلب شيء غير الخدمات. اهم شيء توفر الخدمات والبنى التحتيه الصحيحه. وخاصه بالوقت الحاضر هي الدرجه الاساس هي الكهرباء. صح. الكهرباء تعتبر العنصر الاساسي في عمليه تطور الاقتصاد والتنمية. فنشوف الناس لها تأثير مباشر على المواطن أيضا وعلى السوق العراقي. بالدرجة الأساسية إضافة إلى البنى التحتية الأخرى من ماء وخدمات وطرق. فهاي إن شاء الله ونأمل من حكومتنا رشيدة موجودة الآن تعمل على هذا الموضوع. زين سؤال. نعم. شنو تعريف الرجل العصامي؟ الرجل العصامي على هذا سؤال مباغت. سؤال مباغت هذا. الرجال اليوم شبابنا اليوم نعم. يعتمدون على نفسهم ببناء أسرة. تقييمك للشمولية من خلال خبرتي العملية وخلال عمري يعني اللي قضيتها في الوظيفة، أتمنى من كل شاب عراقي وخاصة الخريجين من الكليات لا أن يكون في بادرتي إلا التعيين في الحكومة. أحسنت. أن يسعى إلى العمل. صح. لأنه القطاع الخاص قطاع واحد، وإن شاء الله المشاريع والخطة الاستثمارية اللي موجودة في العراق خطة استثمارية واحدة، فلا يكون دائما خلينا نقول معنوياته هابطة إلا لو تعيين بالوظيفة لو ما أصل لو راتب رعاية اجتماعية. هذا اعتبره يعني هذا الرعاية الاجتماعية صارت مو رعاية اجتماعية وإنما صارت رعاية ما نريد نقول كلمة أخرى عاطلين بالضبط. فنرجو من الأخوان يعني وخاصة الخريجين والطلاب أن يفكروا أن يبنوا مستقبلهم حياتي. نحو الأفضل. والله أنا أحييك وحيي هذه العقلية الله يبارك. الجميلة. الله يبارك. ست شلونك؟ شلون المرأة العراقية بخير إن شاء الله؟ طبعا إن شاء الله بخير. ما زالت صامدة رغم الظروف؟ صامدة و...
تبني بنتي بنت الاوطان. اها نعم. منو اللي يعني يعتمد عليه في بناء الاجيال، ام رجل الاب ام الام؟ سويه مو تكامليه. واحد يكمل الثاني. زين، احنا رجالنا عموما رجالنا شويه خلينا ننتقدهم، تكامليين يساعدون الام تقريبا 70%. اوكي 70% اوكي. ايه جيد. ايه مو هي صاحبة مسوى الما يساعدون 70. إيه؟ يعني لا 70% يساعدون. ايه لا والدرجة الطيتية حلوة. ايه ما ظلمت الرجال. إيه الحمد لله وشكرا. جيد، اول مره اشوف امراه عراقيه ما تظلم الرجال. عافيه، حياك الله. الله حياك الله استاذ، ونورتونا. اهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يلا السلام عليكم استاذ، حياك الله. اهلا، سمعت دكتور؟ هلا دكتور. نعم حياك الله دكتور. في اي تخصص؟ فقه اللغه الانجليزيه، لينغوستيك. فقه اللغه الانجليزيه. ايه حلو. نحن فقهاء بالعرب. احنا فقهاء في اشياء كثيره، لكن هذا اختصاص نادر زين موجود تقريبا باللغه الانجليزيه. ايه يعني هذا يفلسف لك اللغه. طيب كيف ترى العراقيين مع اللغه الانجليزيه؟ والله العراقيين بصراحة يحبون اللغة الإنجليزية ويحبون يتعلمون اللغة الإنجليزية، إلا أنه اللغة الإنجليزية تحتاج إلى وقت وخلق. خلق؟ خلق يراد لك يعني يكون عندك طاقة. خلص يعني خلص خلقك لو ما خلص؟ ها؟ خلص خلقك لو لا بعد؟ لا 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 ما شاء الله استمر. أها. استمرينا بيها إلى أن ما أقول كملنا. ايه لانه هذا بحر اللغه لا يمكن اكمال علومها. ايه تبدا صح. تبدع وتقدم للاخرين. لاحظ شلون؟ اكو من يبخل بعلمه دكتور؟ بالتاكيد، وهذه بها مأثمة. هذه طبعا هذه فد مساله يعني العالم ينطونها مختلف الأوصاف، إلا أنه أنا أنطيها الجانب الأخلاقي. حسن، جانب الأخلاقي. إذا عند الإنسان جانب أخلاقي وبدرجة عالية يبدأ مثل المولدة. يبدأ يولد. شنو هاي مولدة؟ ولد مي، ولد هواء. هذا يبدأ يولد فكر صح للآخرين. صح. ولذلك تشوف بعض الأساتذة يذكرون في مختلف الأجيال. فعلا. بس تقول أستاذ فلان يقول لك نعم درسني. فعلا. فعلا فعلا ما درسني بس كتبه استفادي. أي جيل ذهبي تدريسي دكتور؟ والله بصراحة أنت تشوف الأجيال، إحنا كنا بالسبعينات. ايه سبعينات ثمانينات. نعم زين، كانوا اساتذه في قمه الاخلاق قبل العلم، ومن تدخل تتحاور وياهم بالعلم تجدهم في قمه العلميه، ويتركون عندك اثر مو فقط كلمات انما اسلوب. صح. زين، ويصبح اسلوبك تحاول قدر الامكان ان يكون اسلوبك مثل اسلوبهم. زين دكتور، تقييمك عفوا لطرائق التدريس الحاليه لهذه الاجيال الحاليه، طرائقهم. والله هي شوف احكي لك، هي اكو مسالتين. المساله الاولى اخلاقيه. طيب. وهاي قديمه جدا. كل ما يكون الاستاذ صاحب اخلاق عاليه كل ما يشعر بالمسؤوليه ويوصل المعلومة إلى طلابه. المسألة الثانية اللي وجدت الآن أو اللي موجودة في إنجلترا، في أمريكا، في بعض جوانب في بعض الولايات في أمريكا، في أوروبا، الجانب التقني. الجانب التقني يلعب دور في صح. علمية التلاميذ. صح. يعني في توجيههم التوجيه الصحيح. أنت وجه الوجهة الصحيحة للطالب تشوفه ينتج. صح. لكنه اذا ما وجهت الوجهه الصحيحه يظل يتخبط. فعلا. إيه؟ حياك الله دكتور. الله يخليك. سعيد بالحوار معك.
أنا وحوارك مليء بالمعلومات والعلمية. أسعد، وهذا يسموه غيظ من فيض. إن شاء الله يا رب لا يولد غيظ يا الله. إيه أكو الله كتاب أكو كتاب اسمه من مراد إلى مراد، هاي ترجمناه حضرتي ترجمته من مراد إلى مراد. إذا تريد تعرف شيء عن مس بيل، عن اللغة الإنجليزية، عن الإنجليز، عن وجود الأجانب في العراق منذ البداية. ها أنت قاعد تحكي مو بس علم، تاريخ. حلو. طبعاً تاريخ وأحداث. أحداث. ما شاء الله. أحداث هذه موفق إن شاء الله يا دكتور. ممنون، حياكم الله. ممنون. أهلا وسهلا. حيكم. شكرا حاجة، حياك الله. شكرا جزيلا، نورتونا، سعيدين بالحوار شكراً معكم. شكرا. ونفرح من نشوف هيك عائلة بدرجة من الوعي والرقي الحمد لله والثقافة. الحمد لله. حياكم الله. حياكم جزيلا. الله. شكرا. أحبتي المشاهدين، نستمر بالحوار وما زلنا مع أهلنا وناسنا في مول المنصر. السلام عليكم. حياك الله. أهلا وسهلا. حبيب على راس جولتكم، احلى قناتكم والله. الله يحفظك. قناه الفلوجه. سلمك الله يسلمك. ذهب تابع قناتنا لو اي اكيد. نعم انا عندي لقاء وياكم سابق. اي حياك الله. بالعيد ساعدكم هذا ابو عقال. اي على راسي. هو انا ابو عقال طبعا. يمكن انت سويت لقاء فوق. انت اخوي مسجون ناشدت. اي ذكر على راسي والله. اي بس حكيت مع ذاك ابو عقال. بس التحلم مش احلى. العفو. يلا ان شاء الله كلها خير وبركه. تورنا كنت قناه الفلوج احلى قناه. يسلمك. بس الاسم يكفي. يعزك الله. سولف لي شلون الجوله اليوم وش عجبك دائما موجود بمول المنصر؟ مول اجواء حلوه يعني. وين توجهنا؟ احلى شيء المول. اها اي والله احلى شيء يعني. متزوج ولا والله ما متزوج؟ ما متزوج؟ اها ما ناوي تتزوج؟ والله ان شاء الله ليش لا؟ شو اللي يمنع الشباب من الزواج؟ والله الحاله الماديه الصراحه. كل الشباب خاصه احنا 89 انظلمنا. في التسعينات؟ انا الثمانينات. لا الثمانينات الثمانينات التسعينات احنا كنا انظلمنا. ليش انظلمت؟ ماكو لا شغل لا عمل لا تعيين يعني. احنا متخلصين كنا خريجين وما نشتغل. زين ماكو فد بديل تتوجهوا له؟ والله ماكو شغل. والله ما صراحه ماكو شغل. تجاي شوف شوفت عليك يعني ايش تشتغل عماله. اي ماكو شغل. زين شنو اكثر شيء اليوم انت تقول يا ريت يتوفر لي انا كشاب؟ شنو والله اتمنى تعين توظف. تعين؟ اي والله اتمنى. بس انت عبرك القطار مو بالتعيين؟ اي عبرنا بالزواج عبرنا القطار. عبرك بكلها. عمره 38 سنه. اي والله. لا بيك الخير ان شاء الله والبركه وبعد عندك مجال. على راسك. حياك الله. شكرا. هلا هلا اخوي. شكرا جزيلا. حياك الله. خلينا نستمر بالحوار وياهنا وناسنا. ونستمر بالحوار ونقول حياهم الله احبتنا وناسنا ضيوفنا الكرام السادة المواطنين. السلام عليكم. السلام. حياك الله. حياك الله. أهلا وسهلا. من وين أولا؟ أولا أنا أستاذ دريد خليل إبراهيم الراوي. حياك الله من أهل الراوي. أهلا وسهلا. حديثة هل. سكن حديثة. هلا. ساكن عند بغداد. تخصصك شنو أستاذ؟ دكتوراه في البيولوجي. أهلا دكتور. شرفنا. حياك الله. عجب ما تقول دكتور. ليش قلت؟ بعدني طالب دكتوراه. طالب دكتوره يا رجل. بعدهم يقدمون على الدكتوراه قاموا يسخون. لا لا كل واحد يعرف قيمته يعني. اي بالتاكيد كل واحد يعرف قيمته يعني. ما عد ما تحصل يعني التصنيف العلمي تطلقها بالتاكيد احط بجامعه واحطها هنا على صدري. حلو هذا التصنيف العلمي دكتور. بالتأكيد. نعم نعم جميل. شنو ممكن يعزز داخلك عندما تحصل على الدكتوراه؟ بالتأكيد هو الحصول على الدكتوراه هي بالتأكيد يعني امتياز جميل بعد هذا العمر انك تنهي مشوارك بالعلم، تنهي حياتك انك انت ماخذ لقب علمي جميل. صح. اضافة الى انه هو ما نحتب الامتيازات المادية بكثر ما هي امتيازات علمية. جميل. الامتياز العلمي يعني بالتأكيد راح يرفع شأنك في حياتك الآتية. أها. طيب بالتأكيد. يعني انت متوجه للتدريس ايضا ممكن؟ انا في وزارة الصحة. في وزارة الصحة. دكتوراه في وزارة الصحة وادرس في جامعة. بايو مو عفوا؟ بايولوجي. بايولوجي. نعم. تخصص يعني مو ذات رغبة عالية عند الجيل الحالي لو لا؟ للأسف. مو؟ للأسف أنا دائما يعني يا ريت أناشد حقيقة من خلال قناتكم الموقرة. يعني الجامعات الأهلية أن حذو الجامعات الحكومية في المنهاج، في تدريس الأساتذة، في اختيار يعني حتى نوعية الطلبة. للأسف الآن بدأ يميل الطالب إلى أن يروح للأهلي ومن خلاله يكمل الماجستير أو الدكتوراه وهو درجته لا تأهله للدخول إلى الدراسات العليا. فيا ريت أن تكون هناك بعض المعايير
العلمية في هذا المجال. إن شاء الله. صح والله الله. كلامك وهي دعوة لكل تحياتي حبيبي. شرفت جزيلا. حياك الله دكتور. حياك الله جزيلا. شكرا. يلا خلينا نشوف العائلة. شكرا جزيلا. شوف حاليا طالعين حاليا. أمير يا أستاذ أمير. السلام عليكم. يا شالله سيد. كيف الحال؟ الحمد لله. هلا ومرحبا. مرحبا سيد. شلونك؟ حياكم الله. شلون جولتكم أولا؟ لطيفة. 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 حرارة الجو شلون؟ نجي للمول حتى نختلي من الحرارة. يعني هروب هذا. يعني مكان حلو لطيف بارد فحلو كل شيء بيه أكل شوبينج فالواحد هنا يضيع وقته لأنه حارة برا. زين من وين يا منطقة؟ من الغزالية. من الغزالية. أهل الغزالية عندهم مشاكل خدمية؟ لا. بالعكس الغزالية لطيفة. تبيض؟ الهياكل بس بدأوا يظلوا الهياكل بيه. اكو معلومه انه يتم التبليط بها كلها صحيح جيد ان شاء الله. شنو تخصصك عملك؟ اني خريجه سمعيه ومرئيه قسم اخراج دايركشن. زميلتي يا عيوني وموظفه بوزاره الكهرباء. موظفه بوزاره الكهرباء. خريجه معهد فنون؟ اي نعم. خريجه معهد فنون تروحين كهرباء يا مو على قسم الاعلام؟ على قسم الاعلام. على قسم الاعلام. اي اذا يعني انت قريبه على التخصص. على تخصصي. مو لقيتي نفسك بهذا القسم مال سمعية ومرئية؟ لا بالإعلام. أي طبعا بنفس الوقت أنه هي كل وزارة تحتاج إعلام طبعا. نروج للوزارة نطلع مثلا وزير يجينا لقاء أو شيء يصدر أعمال ونشاطات الوزارة. بنفس الوقت أنه أنا مخرجة ومصورة يعني أنت تعرف ما حد يدرس كافة شيء مونتاج سيناريو فبالعكس شمولي المعهد كامل. أي معهد كارخ جنابك؟ هذا محايل دروغ ايه كارث كارث للبنات للبنات صح الحمد لله. زين ما فكرتي انه تدخلين في الجانب الفني؟ دول اهل يمانعون؟ لا والله ما يمانعون بالعكس انا كنت موسيقى بالبدايه وبعدين حولت. احنا عائله موسيقيه. عائله موسيقيه. يعني والدي هم انا خريج دبلوم بكالوريوس هم يعني موسيقى اختي موسيقى دبلوم بكالوريوس بس انا هم رحت موسيقى بس بعدين لا حولت. زين اللي تتمنيه شنو انت الك؟ الي اني؟ اي شو تتمني؟ الستر والصحه والعافيه. امين يا رب. اللهم يستر علي على كل بنات ان شاء الله. حاجة شلونك؟ الله يخليك. الله شلون صحة؟ البنوتات شلون بالحياة؟ ورده حلوات البنوتات. ماكو احلى من البنات. مو؟ اي والله الولد متعب بيناتهم. لا والله حتى الولد حبابي. اها يقول لك تربية حبابين يقول لك تربية البنات تربية الشباب متعب الاولاد. لا مو كل شيء انت بس صادقهم. اي لا يعني اي صديقتك. اي صادقهم كل شيء لودو علمهم الصح من الغلط تمشي الدنيا صح. والله تربية اليوم مثل تربية البارحة؟ لا اقصد الامس. لا هسه التربية كل صعبة. اها كل صعبة. يعني انت بايام الزمان يعني الولد بالعشرة يطب البيت بثمانية يطب هسه بالوحدة والولد بالبيت المنصور كلها مفتح للثلاثة الفجر. اختلفت الحياة. اختلفت اي بس اكو اللي يروح اتجاه الصحيح واكو يروح اتجاه الغلط. بس الاخلاق هي اخلاق طبعا ما تغيرت طبعا. مو يعني واجب الام والابن يعلمون على كل شيء. شو رايك بالانفتاح الامهات بالتربية؟ لازم تعطي مساحة. لازم. لا انا اقصد الانفتاح المبالغ اللي تعطي مساحة لبنتها. لا 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 انه تطلع وترجع لصديقاتها وكذا. لا كل شيء بالحدود. بالحدود. انا اسوي موظفه تطلع ويا صديقاتها ما اقبل. ايش تحتاج انا اجيبها تاخذ وارجع. عافيه. اكون صديقتها احسن ما تروح صادق. بس بلش مخنوقه. بالعكس صديقاتي يعرفوني تطلع ويانا يعني. اها تطلعين ويا صديقاتهم. ما يعني ما امن انه بنيه تطلع وحدها وتروح وتجي. عافية. انا وياها ايش عندي اذا اطلع وحدي يقولوا لها وين خاله وين. اها بداوا يطالبون حتى بامك. الله يحفظها ان شاء الله ويحفظ هالبنوته هاي. شكرا. سعيد الحوار معكم. حياكم الله. حياكم الله. السلام عليكم استاذ. كيف الحال؟ حياك الله. تفضل. هلا هلا مرحبا. الله يحفظك. من وين في اي منطقه؟ انا من محافظه دياله. هلا بدياله العزيزه. شلون دياله؟ عزيز قلبك الله يخليك. دياله زينه الحمد لله. الحمد لله زينه بهلا. وين في دياله؟ في معقوبه. نفس سنتر دياله. نفس معقوبه. خدميا شلون دياله؟ او معقوبه خدميا؟ معقوبه حاليا يعني جيده خدماتها. ما لحد الان المجلس محافظة يعرف ما شكل حكومه محليه ما موجوده. صح. هو هاي ندعو انه يصير اسراع بانتخاب المحافظ. والله هناك تسريبات يعني ان شاء الله هذا يعني بعد غد اكو جلسه راح تعقد من اجل انتخاب محافظ. والله اتمنى انه لا يظل هذا المكان خالي بالتالي الدياله تحتاج الى محافظ باسرع وقت ان شاء الله. هي تسمى بعقوبه لو بعقوبه؟ لا بعقوبه.
ليش الناس يسموها بعقوبة؟ اللفظ لفظ أهل بعقوبة هم يلفظوه بعقوبة. تعرف عندنا هواي مناطق قرى كل من له لهجته. يعني أهل القرى يسموها بعقوبة؟ بعقوبة. وأهل بعقوبة لا أهل بعقوبة الأصل يسموها بعقوبة. يعني أهل بعقوبة السنتر يسموها بعقوبة. باللفظ الصحيح. باللفظ اللغوي الصح. والأطراف يسموها بعقوبة. بعقوبة. هي بالثنينات الحلوات. بعقوبة بعقوبة حلوة. إن شاء الله بيكون حلوة. الله يبارك الله فيك. إن شاء الله. تشوف اليوم أهل ديالة باقين على دبة قبل بعاداتهم بتقاليدهم. يعني نقول الصراحة تقريبا 70%. 70% على العادات والتقاليد. محافظين عليها. جيد. بس تعرف الدخلاء اللي جو للمحافظة. زين. شوي غيروا بيها. معقوبة عشائرية مدنية؟ لا عشائرية. معقوبة؟ عشائرية. عشائرية. تحتفظ بالعشائرية. منذ الأزل؟ منذ الأزل. تحتفظ بالعشائرية. الله يحفظكم إن شاء الله. الجميع يا رب. ديالة عموما. شكرا جزيلا. شكرا. حياك الله. حياك الله. يلا. نستمر بحوارنا لكن ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله. مجددا عدنا من الفاصل والحديث مستمر مع السادة المواطنين في مول المنصور ونقول حياكم الله مجددا. السلام عليكم. السلام. حياك الله. أسلمك. هلا. من وين؟ من بغداد. حي العدل. حي العدل. جانب الكرخ خدميا أفضل أم الرصافة؟ لا الكرخ أفضل. الكرخ أفضل. أفضل. شنو متوفر بالكرخ ما متوفر بالرصافة؟ يعني موضوع الماء يعني أفضل الكرخ من جانب الرصافة. الكهرباء يعني تقريبا يعني نوعا ما يعني ساعتين بساعتين. طيب يعني موضوع يعني افضل ما حكينا. شنو تحتاج منطقه حي العدل؟ تحتاج بس موضوع الكهرباء تدري حاره الصيف تدري وهاي الذروه هاي عموميه. نعم اعاده تبليط الشوارع ما مبلطه من فتره طويله. نعم خصوصا من فتره يعني قبل 10 سنوات وصار التبليط يعني في الفترة الأخيرة بس تحتاج كحي الجامع حي العدل تحتاج يعني التبليط شوارع خدمات أكثر للمواطن. حي العدل ميالة إلى قريبة أو أهلها يدخلون قريب على حي الجامعة لو الحرية. والله هي يعني أكو نسب يعني حي الجامعة أكثر يعني نبات يعني. هي منطقة مو تجارية حي العدل. نعم منطقة سكنية. سكنية بحتة. نعم. ما صار فيها تطوير تجاري. لا بعد يعني بس يعني صارت بعض العمارات السكنية بعض الها يعني. شو رأيك بالمجمعات السكنية عموماً اللي موجودة؟ والله هي جيدة بس مشكلة أسعار غالية على المواطن يعني تدري المواطن ما يقدر يستطيع أن يشتري شقة يعني 300 مليون 250 مليون 400 مليون يعني وينك المواطن يقدر يستطيع أن يشتري شقة 400 مليون تشتري لك بيت 100 متر لو تشتري شقة؟ لا شيء أكيد 100 متر تدري الشقة تكون يعني دائما بيها مساوئ الشقق يعني. يعني معناها هي يعني ماكو فد تخطيط بالأسعار. نعم لا أكو كلفة يعني قياسا بربيل يعني تقريبا عن بغداد 300 مليون 250 مليون يعني تدري بربيل تشتري بيت بست دفاتر 8 دفاتر هنا وينك بيت ببغداد أقل شيء 400 مليون 350 مليون. صح. كيف تدري هاي الوضع هو. موظف لو قطاع خاص. لا موظف. راتب الموظف ايش قد يكفي؟ والله يعني ما مشكلة اسعار غالية يعني ما يعني الموظف يعني على الاقل ايش لازم يسد له للشهر كامل؟ يعني حسب الحالة وحسب حسب الصرف. يعني نعم إيه. صح. حياك الله. اشكرك. شكرا لك. شكرا لك. الله يسلمك. حياك الله. حياك الله. يلا خلينا نستمر بالحوار مع السادة المواطنين ونقول حياهم الله. خلينا نشوف عوائلنا الكريمة. مرحبا سيف. حياك الله. كيف الحال؟ يا مرحبا. تفضلي هنا. شكلك موظفه صح؟ زين
وظيفة مريحة للقطاع الخاص لو عاد بيك الزمن واختاريتي عمل؟ اختارين قطاع خاص لو وظيفة؟ شغل حر. شغل حر. ليش؟ شبي مساوئ الوظيفة؟ مساوئ الوظيفة لأنه ما يقدرون الموظف أصلاً، لا من ناحية راتب لا من ناحية كل شيء. الموظف المنتج إنتاج 100% والموظف اللي إنتاجه 20% يتساوون في كل شيء لو أكو امتيازات اللي يعمل؟ أصلاً ماكو كل امتيازات، يعني أنا بوظيفتي كل امتيازات ماكو. ماكو. زين. أنا موظفة بالهيئة العامة للضرائب، أي امتيازات ما عندنا. هي العامة للضرائب. يعني أنتوا فلوس هواية. المفروض. إيه. والمفروض إحنا ندخل إيرادات للدولة، بس أي امتيازات ما عندنا. المفروض أكو رعاية برواتبكم. يعني قبل يومين أصلاً قدمت إجازة من خمس سنوات لهذا السبب. انه اي امتيازات للموظف ما عندنا. اها زين. انتوا راتب لو راتبين؟ لا راتب. راتب بالبيت. جيبي وصلك الشهر 450 من 2011 لهسه. 450 راتب؟ نعم. ايش قد يوصلك بالشهر؟ ايش قد يطلعك؟ اصلا اذا رحت ماركت مجرد ذات بضاعه، واذا ردت هدوم ملابس يعني راسا اوريدي راسا الراتب خلصان. يعني وصل نص الشهر تقريبا؟ اقل. يعني 450. زين شو راح تمشي بعد هالعجلة إذا ما وصلت نص شهر؟ شو راح تمشين بقية الأيام؟ يعني بدي أقول لك هو يعني وظيفة تعيسة جدا إلى أبعد حد، وما أعرف ليش يعني استقتال يعني عليها؟ لا مو استقتال عليها، بس ما أعرف ليش يعني حكومتنا بدأت تلقي حل للموظف، في حين إنه كل وزارة المالية كل دوائر وزارة المالية نعطيهم حقوقهم من مخصصات من حوافز فقط. موظف الهيئة العامة للضرائب أي مخصصات ما عنده. والله غريبة، لأنه أنا المفروض لو كنت رئيس وزراء أكو أماكن رقابية مثل هيئة الضرائب أعطيها راتب عالي حتى يبقى يعني في نزاهته. يعني كلش فرحت حالياً أنه صار وياي هذا اللقاء صدفة حتى أوصل صوتي. هي. وأقول هاي رسالة يا رئيس الوزراء أوصف موظفي الهيئة العامة للضرائب يا ريت يطلعون جولات يشوفون ولو الاثاث مالتهم هسه لو شوفه كان مصور الميز مالتي، ومو بس يعني مو بس ميزي، ميز كل الميوزة كل الموظفين. عندك ارقام بالواردات اللي تجيبوها لو ما عندك معلومه بالارقام؟ لا طبعا، يعني واردات احنا تقريبا اعلى واردات من بعد النفط، او اصلا اعلى من النفط. اصلا اعلى من النفط بالضبط. واردات لخزينه الدوله بالضبط. يعني خلي أنا شوية أعطي رسالة أوجهها إلى دولة رئيس وزراء بعد السلام. دولة رئيس وزراء حياك الله، هذه الدوائر والهيئات اللي معنية بقضية الحفاظ على المال العام أو جلب واردات إلى موازنة الدولة وإلى خزينة الدولة، أنا برأيي أنه تعلون رواتبهم إلى الضعفين، تمام؟ لسبب واحد، حتى يبقى الموظف بنزاهته أولاً، ولا يستغل ولا يرتشى ولا يدخل في خانة الفساد، لأنه هو الرقيب. يعني إحنا نحكي عن بيت المال، تمام؟ هو اللي دا يجيب الفلوس لواردات الدولة، واردات الدولة تعكسها على المشاريع أو الرواتب. فبالتالي إلى دولة الرئيس وزراء بعض الهيئات المعنية بالرقابة على المال العام وغيرها، أنا أسمع باستمرار رواتبهم ضعيفة. 450 ألف دينار راتب، يعني بالله العظيم غريب، يعني قرابة $300 هو هذا الراتب. ماكو موظف بهذا العالم بعد يستلم $300. خدمتك ايش قد؟ من 2011 وترفيع ما عندنا ترفيع، يعني صار لك 13 سنة تقريبا بالضبط. يعني خدمة 13 سنة $300 علامة استفهام كبيرة. حياك الله سيدي ونورتينا، وأنا أتمنى يصل صوتك إلى السادة المعنيين وإلى السيدة وزيرة المالية الست طيف سامي. طبعاً هي بس إضافة إنه هي حالياً إنه أتصور إنه البرلمان خصص على أساس إنه 2% من النسبة مال اللي يعطونا مخصصات، هاي 2% ست طيف حالياً لغتها اللي أدري بيه حالياً. يعني والله باستغراب، يعني الى متى موظفي الهيئة العامة للضرائب منبوذين من كل شيء. تمام، حياك الله، وصلت الرساله وانا وسلم بك. اهلا اهلا. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. حياك الله. الله محييك ويسلمك. اهلا وسلم بك. اهلا وسهلا. شلون جولتكم اولا؟ جوله حلوه تقريبا، يعني قاعد نتبضع ونشوف الاسواق ونشوف الوضعيه. بغداد شلونها؟ حلوه بغداد تزهو ان شاء الله باهلها وبناسها الحمد لله. اي، ونتمنى دائما نحو الافضل.
تقديم خدمات احسن للمواطن. اهم خدمه ممكن تقدم للشعب تريدها انت شنو الخدمه الاساسيه؟ الخدمه الاساسيه هي بصراحه الكهرباء والماء. الكهرباء والماء يعني اهم الخدمات انا اشوفها. ليش عندنا مشكله زائد القطاع الصحي؟ نعم يعني انت احنا اي ما تخفى على العراقيين الكهرباء صحيح بس ما عندنا مشكله بها. اكيد المي هماتين يعني هماتين اكو اوقات مي ضعيف اوقات مقطوع اوقات اللي نشغل ماطور يعني هذا شيء موجود. القطاع الصحي ايش بيه مريت عليه؟ اي القطاع الصحي نعم هماتين من خلال مراجعات المستشفيات الحكوميه اغلب الادويه ما تكون متوفره احنا كلنا نشتريها من برا. يعني هذا هم فراغ يعني الانسان اللي عنده اذا اضطريت تروح المستشفى الاهليه عافاك الله ان شاء الله. اي نعم تروح عفوا حكوميه تروح حكوميه لو اهليه؟ لا اكيد انا راح اروح اول مره حكوميه وبعدين راح اتحول على الاهليه. ليه؟ يعني هذا شيء معادله ما تلقي الخدمه ثقة معناها. لا مو عدم ثقه العفو ما تلقي الخدمه الاساسيه الموجوده يعني وما تلقي الانسان اللي الاهتمام. اي بس بالاهلي هم يعني استغلوا الناس. الاهلي ما زال يعني انت راح تدفع فلوس اكيد راح يقدم لك كل الخدمات بس الاسعار باهظه مو اكيد اسعار كلش عاليه يعني اذا تحاليل او اذا فحوصات او سونار او شيء كلش عالي طبعا يعني عان الله المرضى وذوي المرضى. اي نعم يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يشافيهم امين ويعافيهم. آمين. يا ربي وإن شاء الله يعم الأمن والسلام على بلدنا. آمين. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا ناس تعرف حق المواطن العراقي ومعاناته. حياك الله نورتنا أستاذ. الله يخليك. أهلا وسهلا. يلا خلينا نستمر بالحوار أو نستمر بالحوار حياكم الله. ونستمر بالحوار ونقول حياكم الله والبنوتة مصرة على المايك. مرحبا. شلونك؟ أنا مرحبا عمو. يا مرحبا السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. كيف الحال؟ والله الحمد لله. هلا من وين؟ من بغداد من حي الجامعه. حي الجامعه قريبه على المنصور. اي زين شنو احتياجات حي الجامعه؟ شنو المطالب؟ شنو اللي يريدوه يتوفر بالمنطقه مالتكم؟ والله العاب للاطفال يعني كلش قليله عندنا مكان واحد وعليه لود. اها اي والله ألعاب. يعني انا اتعنى من حي الجامعه اجي هنا انا مدلعب بنتي يعني خصوصا الساعه عطله واطفال يحبون يلعبون. مطالب الناس يعني كلها ضمن محط تقديرنا بس يعني ما لقيت ليش غير مناشد الدور في العاب. على مود بنتي شو اسوي؟ على مود بنتك. اما كل شيء متوفر. كل شيء متوفر. شي متوفر بس يرادلنا دي لاباون. اي والله سكه سفينه سفينه نوح هاي كلها لموها وخلي نطلع لنا ب اي والله علوه حل لهذه القضيه علوه. ليش ماكم تنزهات عندكم؟ قليلة عندنا مال واحد صغيرة يعني بحي الجامعة. بس ما عندكم متنزهات عامة؟ لا لا ماكو. ماكو؟ لا ماكو. سابقا كانت اكو متنزهات بحي الجامعة. زين انت اليوم تشوفين مناطق المساحات الخضراء متوفرة ام لا تحتاجوها لو لا؟ اي والله طبعا نحتاجها خصوصا للاطفال يعني ترفيه لهم خصوصا هسه عطلة يعني والاطفال يحبون يلعبون. زين انت شو تشوفين اليوم حقوق المواطنين واصلت لهم لو لا؟ لا ما واصلت. شو اكثر شيء انت تقولين يا ريت لو يوفروه؟ الامان. الامان طبعا. ليش ما عندنا امان؟ يعني ما نقدر نطلع بوقت متاخر كل شيء هاي اخر شيء لازم نرجع ما يصير اكثر. نخاف يعني اقصى حد بالساعات يا ساعه يعني للتسعة لعشرة اكثر شيء ما تقدرون تبقون اكثر؟ لا لا ما نقدر. حياك الله ان شاء الله الامان موجود بوجودك. شكرا جزيلا. يلا خلي نستمر ونشوف بقيه الناس. حياك الله شلونك؟ تعال هنا هاي صديقك وياك؟ تعال اهلا سعيد. من وين؟ من الانبار. حياك الله. من وين بالانبار؟ من القائم على الحدود. هلا الرحله هاي القائم. اي والله بعيدة. بعيده مسافه بعيده بس احنا هنا ندرس. تدرسون بغداد؟ اي كل شو تدرسون؟ ندرس كليه هندسه. هندسه؟ اي نعم. يا مرحله؟ مرحله اولى. اولى يلا ان شاء الله يا رب النجاح والتفوق. ان شاء الله. سولف لي الطموح ان شاء الله مهندس مو؟ ان شاء الله. لو تروح تغير تخصص؟ لا انا حكمل ان شاء الله هندسه وانا ما لقيت فرصه يعني مال التعيين كمل شغل عام. شغل عام؟ اي بس حلو لما تعين بشهادتك. واحنا نأمل او قطاع خاص بشهادتك. اي مو؟ نتأمل يعني اك تعيين ولا ماك تعيين عادي حياك ان شاء الله. ان شاء الله. حياك الله حبيبي وموفق وتحياتي اهل القائم. حياك الله. احبتي المشاهدين هذا الحوار من داخل مول المنصور انتهى ورحلتنا لم تنتهي ما زلنا مستمرين بحلقات
عديدة من بغداد ومن مختلف المحافظات العراقية. برنامج مع الناس خدمته أنتم. نلتقيكم بحلقة أخرى في أمان الله.